أشارت الدكتورة بسمة الصفار استشاري الصحة العامة والوبائيات رئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة خلال برنامج بكم نعود، أشارت إلى أن التطعيمات تشكل أحد أهم وسائل الوقاية من الجوائح والأمراض المعدية، داعية المؤهلين لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى المبادرة لأخذ اللقاح حماية لهم وللمجتمع. اللقاحات هي تعد من أهم الوسائل الوقائية للتصدي للجوائح ولحماية الناس من الأمراض المعدية، وكما هو الحال في جائحة كورونا التي انتشرت وأثرت على العالم بأكمله، أثرت على الحياة بأكملها، فكانت الوسيلة الوحيدة للتصدي لهذه الجائحة هي اللقاحات. وهناك العديد من اللقاحات التي تم التصريح لها في التصريح الطارئ. في مملكة البحرين توفرت حوالي 4 أنواع من اللقاحات، وحاليا يعني يتم تطعيم المواطنين والمقيمين بهذه اللقاحات، ولها جرعات محددة حسب الحالة. فالشخص الذي لم يتلقى أي جرعة ننصح الجميع بأخذ هذه اللقاحات واستكمالها مجددا، وذلك لأن الجائحة الآن في انتشار، والواحد يعني لازم يكون يحمي نفسه من هذا المرض، فلا بد من أخذ اللقاحات الموصى بها. وكان إذا كان الشخص لم يتسلم أي جرعة مسبقة فبياخذ الجرعتين من أي نوع من اللقاحات المتوفرة حاليا، وكلها مصرحة في التصريح الطارئ. وإذا كان أخذ جرعة واحدة ننصحه باستكمال الجرعة الثانية حسب الفترة الزمنية الموصى بها. إذا كان لا سمح الله أصيب بفيروس كورونا فبعد مرور الفترة الزمنية الموصى بها وهي 99 يوماً يعني 3 أشهر يستطيع أخذ اللقاح بالجرعات المحددة. وإذا كان يعني تلقى جرعة واحدة وأصيب بعدها بفيروس كورونا فلا بد أنه يتلقى الجرعة الثانية بعد إن شاء الله شفائه وانتهاء فترة الحجر.